كشفت مصادر إعلامية استدعاء وزارة الصناعة لوكلاء السيارات الذين قدموا ملفات خاصة بالاستيراد لعقد اجتماع خلال الأيام القادمة إن شاء الله لبحث العديد من النقاط الخاصة بملف السيارات. ويأتي هذا الاستدعاء بعد تقديم تجمع وكلاء السيارات طلب لقاء وزارة الصناعة منذ أسابيع لبحث سبل حل أزمة السيارات واقتراح العديد من الحلول في هذا الشأن. ويعتبر هذا اللقاء بمثابة الأمل الأخير لحل أزمة السيارات في الجزائر والتي تدخل عامها الثالث نتيجة التأخر الكبير في توزيع رخص الاستيراد. وسيضع هذا الاجتماع حد للعديد من الإشاعات التي تم تسريبها بخصوص رفض وزارة الصناعة لجميع الملفات. ويرى الخبراء ومتابعين الملف أن تأخر ملف استيراد السيارات تحول إلى فضيحة عالمية هزت من صورة الجزائر اتجاه الشركاء الأجانب، وهذا ما يجعل الحكومة مجبرة على وضع حد للتأخر في هذا الشأن. وتجدر الإشارة أن موقع أوتوديزاد نيوز كان قد كشف عن عقد اجتماع في وزارة الصناعة بين وكيل استيراد السيارات يمثل حصريا في الجزائر علامة إيطالية لصناعة المركبات مع سيد سالم أحمد زايد المدير العام لتطوير الصناعة وممثلين من الوزارات. وشهد هذا الاجتماع ألهام حضور شركاء الإيطاليين، وتم من خلال هذا اللقاء مناقشة إمكانية استيراد السيارات الجديدة قبل الذهاب للتصنيع كخطوة أولى تبررها الحكومة من أجل السماح للشركاء الأجانب مصنعي السيارات بوضع قدم لهم في الجزائر، ثم الانتقال تدريجيا إلى الصناعة المحلية للسيارات بما يتناسب مع متطلبات السوق وإمكانية توفير الأرضية المناسبة لإنشاء مثل هذا الصناعة الدقيقة وما يتبعها من مداخلات قطع الغيار. وقد تم إظهار نظرة وزارة الصناعة بخصوص فصلها بين ملف استيراد السيارات والصناعة المحلية للمركبات وكيف تبحث الوزارة عن صناعة مباشرة بدون المرور على مرحلة الاستيراد، وهو الأمر الذي يراه الوكيل مستبعدا حصوله. وذلك في توضيحه لموقع أوتوديزاد نيوز بأن الشركاء الأجانب يريدون البداية أولا بالاستيراد الذي يمنحهم مدة كافية لتثبيت المصانع ومستلزمات الصناعة المحلية، وأن النظرة الاقتصادية منافية بعدم بيع ولا سيارة حتى يتم إنشاء مصانع تحتاج إلى سنوات من أجل الشروع في الإنتاج والبيع. كما أوضح الوكيل أن هذه النظرة بعيدة عن الواقع، لأنه وببساطة من يصنع السيارات هم نفسهم من سيوردوها للجزائر، إذن ابدأ باستيراد السيارات. وفي الأخير ما رأيك عزيزي المشاهد بهذا الاقتراح؟ سلام.